طبعا الحين بعطيكم تعريف بسيط عن المحل من داخل. مثل ما انتم شايفين التصميم ما شاء الله والديكور، وفي له جميع انواع العسل. الشيء الجميل في المحل هذا انه ما يبيع بس عسل، في له اعشاب، في له عده اشياء ثانيه، في له مي زمزم، وفي له اللي هو العسل المر لاصحاب السكر، ففي له عده اشياء. عندكم مثلا المنطقه هذه اللي هي عسل بالمكسرات، مكسرات ممزوجة بعسل زهور. حلو، هذه تقريبا 750 جرام العسل المكس بالمكسرات، جاي من تركيا. وفي هذا العسل، هذا صدر باكستاني، شايفين العلبة انتو كيف، هاي 370 جرام. طبعا طبيعي 100%، مش ممزوج مع سكر، مش ممزوج مع اي شيء، طبيعي ونقي 100%. هذه اللي هي الدبة كيلو، كمان نفس الشيء، عسل سدر جاي من باكستان، اغلب العسل جاي من باكستان. وفي بعد اللي هو في عندكم السدر الدوعني، في عسل ابيض روسي. فمثل ما انتم شايفين طبعا الغرشة هذه اللي هي 1 كيلو، نفس هذه، نفس الشكل يعني، ونفس العسل قصدي. هذه يسموها حبوب اللقاح، تقريبا يعني بتكون غريبة عليكم شيء. حبوب اللقاح هاي طريقة استخدام اللي هو تمزجوها مع العسل. حلو، بعد ما تمزجوها مع العسل بعدين تاخذوها. فحبوب اللقاح هذه شو فائدتها، اللي هي لتقوية العضلات وغيره. والعسل هذا خاصة الصدر، الصدر الباكستاني مقوي لجهاز المناعة وغيره. فأنتوا مثل ما شايفين يعني عندكم هذه أعشاب، وفي هذا الشاي، في الكركديه، وفي اليانسون والبابونج وغيره، كمون بالليمون، في كل شيء. نفس ما قلت لكم ان المحل مش بس متخصص ببيع العسل، يعني في له اعشاب وغيره. فهذه نفسها، بس هذه حجم اصغر، اصغر من اللي وريتكم اياها. هذه تقريبا 450 جرام. ايوه، هذا اللي هو العسل بالمكسرات، هذا نفس العسل اللي هو من باكستان الصدر. هذا مع الخلية، هذا مع الخلية، عسل مع الخلية، تقريبا كيلو ونص. هذا اللي هو الصدر اليمني، صدر يمني معشم. عندهم يعني الصدر تمام جاي من عدة دول، مثلا هذا يمني، هذا تركي، هذا محلي من الإمارات يعني. والأسعار تختلف لأن الجودة بعد تختلف يعني، فالسعر مش ثابت. وفي هذا التركي وهذا الباكستاني. وفي عندهم اللي هو العسل الصدر الدوعني، هذا من اليمن، هذا دوعني ملكي، وهذا اللي هو عسل صدر عصيمي فاخر مثل ما انتم شايفين. وفي بعد اللي هو العسل الابيض، العسل الابيض هذا جاي من روسيا، وفي الصدر الجبلي، عسل زهور الربيع. في هذا نفس الشيء اللي هو الصدر الدوعني اللي صورت لكم اياه توه، وهذا عسل بالزنجبيل. هذا السمر، هذا عسل سمر ملكي، السمر اللي يكون لونه مختلف عن الصدر، يكون اغمق شوي. هاي خلطه خاصه بالمتزوجين، اوريكم اياه من داخل كيف. هاي الدبه اللي هي تكون 7 كيلو، 7 كيلو صدر باكستاني. طبعا هنا في المكسرات، عدة مكسرات نفس ما انتم شايفين، احجامهم طبعا تختلف. في عندهم الفستق، عندهم هذا اللي هو الجوز، اللي هو احجامهم تختلف. هذه اللي هي نفس ما قلت لكم دبة 7 كيلو، ف
كل المكسرات يعني تلقوها عندهم موجودة. وهني في اللي هو شاي الكابوس، وفي الملح، وفي اللي هو مي زمزم. فطبعا نفس ما قلت لكم المحل ما شاء الله فيه لكل شيء. هذه العجوة اللي هو يسموها تمر المدينة، هاي 1 كيلو، وهذه 0.5 كيلو، هذه اللي هي العجوة، وهذا المجون. في بعد عندهم قمر الدين او الخوخ سهري موجود قدامكم مثل ما انتم شايفين، وغيره. شايفين انتم في كل شيء، يعني اللي يتمناه قلبكم موجود. هذه اللي يسموها قرفة، قرفة سريلانكا، اللي هي جاي من سريلانكا، وفي هذه حبة البركة. ايوه، طبعا الدواء. هذا الملح الخشن يجيكم شكله يعني مربع، وفي هذا اسمها شب. فمثل ما انتم شايفين يعني في كل شيء.